السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حصة لوبيغا. اليوم راح نقدم لكم ليزيكلير وشوكولا. نبداو بالباتاشو. الباتاشو نسحقو 125 غرام حليب، 125 غرام فارينة ماء، عندنا 150 غرام فارينة، عندنا 125 غرام زبدة، عندنا مغرفة سكر وربعة إلى خمس حبات بيض. ما نقدروش نحددو البيض، بعد تشوفوا كيفاش. وعندنا كريمة الموسلين اللي هي نسحقو، عندنا 250 غرام حليب، عندنا 75 غرام سكر، عندنا 75 غرام زبدة، زوج حبات بيض، 25 غرام مايزينا، عندنا 100 غرام شوكولا باش نخلطوها تولينا كريم موسلين وشوكولا، ونكهوها بنكهة البخالة. هذايا اكستري دو بخالة. وعندنا الكلاصاج، هذايا لو فوندون، عندنا ان فوندون يتباع في الاسواق، ونديروا له شويه كاكاو باش يولي لنا وشوكولا. نروحوا طريقه تحضير لاباتاشو. نسبقوا اول شيء عندنا الحليب، نجيب نديروا الحليب، الماء، نديروا المغرفة السكر، وعندنا الزبدة 125 غرام زبدة. نخلوها حتى تذوب كومبليتمون الزبدة، يعني تذوب تماما الزبدة في الحليب، باش نضيفوا الفرينة. نديروها فوق النار، فوالا. هنا باش نحضروا لاباتاشو، قلنا نديروا الحليب والماء والسكر والزبده، نخلي الزبده حتى تذوب، من بعد نخلطوا لها الفرينه دان سولكو يعني على مره، ونحركوا يعني ماشي فوق النار، نحيها على النار، ندير لها الفرينه، وبعد نعاود نردها للنار نشفها تري بيان باش نضيف لها البيض. هنا هذه بالنسبه للاباتاشو. عندنا لا كريم موسلين، نديروا نفس الشيء، نديروا الحليب فوق النار، عندنا 250 غرام حليب، نخليه يسخن. الا كان عندكم حليب يعني مبستر نسخنوه برك، الا كان عندكم تاع لي ساشي هذوك لازم تغليوه وتخلوه يولي تياد. هنا نجيب باش نخلط السكر، عندنا زوج حبات بيض، عندنا مايزينا، وعندنا السكر. هنا نسبق في البيض، نجيبو ان فوي توجور، نخلطو البيض قبل ما نضيفو له السكر. هنا نحضروا في كريمة الموسلين. هنا عندنا 25 غرام مايزينا، بصح كريمة الموسلين راح نديروها اليوم، نديروها بالشوكولا، يعني نذوبوا 100 غرام شوكولا ونضيفوها لكريمة الموسلين ونضربوها مليح تولي لنا كريمة موسلين بالشوكولا. نعم، وعندنا لاباتاشو. كان نعطيكم نصيحه، كي تكونوا طيبوها في الفرن، يعني الفرن
لازم 190 درجة، وما لازمش تحلوا الفرن كامل حتى يطيب تماما، ولا تخافوا باش ما يحبطوا لكمش، كان تقدروا تطفوا الفرن وتخلوهم لداخل باش ينشفوا لداخل ما يقعدوش معجنين. هذه نصيحة نعطيها لكم، كاين بزاف اللي يديروا لا باتاشو يقول لك ما تنجحليش، حبطت لي ولا جاتني معجنه لداخل ولا. هذه هي لاستيوس نقولوا، هذه هي الحاجه اللي لازم يديروها. هنا هاو الحليب سخن، نعاود نرد الخليط فوق النار بهذه الطريقه ونخلطو حتى يعقد كوم كريم باتيسيير، نخليه يعقد كي الكريمة الباتيسيير. هنا هايك دوك دوب الزبدة، نخليها دوب مادابيا ما تغليش، مادابيا غير دوب الزبدة، تخلوش الحليب تاعكم والماء يغلي. هنا نحكي لكم على الفوندون، انا الفوندون نشريوه في الاسواق، هاد الفوندون نستعملوه في لي ميلفوي، نستعملوه في كيما راح نديروا اليوم في لي زيكلير، نقدروا كان نستعملوه في لي ريليجيوز، يعني كان لا باتا شو هي لي ريليجيوز. انا راح ندير له شويه كاكاو يعني باش نكملوا النكهه تاعنا، راح نديروا حنايا زيكلاغ وشوكولا. وهنا الكريم باتيسيير تاعنا كي تكونوا طيبوا فيها، على بالكم الغليه الاولى تنحوها، ما لازمش تخلوها طيب اكثر من غليه واحده. فوالا شوفوا كاش بدات تتقال. فوالا هنا نطفو عليها، هاكو تشوفوا كاش تقالت. هنا نردها في الإناء اللي خلطنا فيه، هنا ونخلوها على جانب حتى تولي تياد باش نخلطوا لها الشوكولا اللي راح نذوبوها في حمام مريم. فوالا هذه من داك يعني ندير لها شويه زبده باش ما ديرليش لا كروت، يعني ما ديرليش القشره من الفوق، بصح الزبده الاخرى نخليها نضربها من بعد حتى تولي لي تياد. فوالا ندير شويه هكذا ونديرها من الفوق باش ما ديرليش لا كروت، يعني ما ديرليش القشره. غير من الفوق هكذا ونخليها حتى تولي تياد. هنا بهذه الطريقه نخليها على جانب هكذا حتى تولي لي تياد باش نكملوا طريقه التحضير تاعها. هنا نولوا لا باتا شو، عندنا لا باتا شو هنايا شوفوا الزبدة هاهي دابت، نخلط نرمي الفارينة دفعة واحدة يعني دان سول كو ونخلطها، من بعد نردها على النار باش نشفوها. هنا دوك نردها فوق النار، النار تكون هادية ونخليها نشفها مليح، حنا نقولوا حتى تولي نبول، يسمى ما تلصقش على اطراف الكسرونه. ندير بهذه الطريقه نخلي يعني نشفها من الماء. من بعد على بالكم لا باتاشو نضيفوا لها البيض، بصح نديرها في الخلاط يعني في لو بيترين، لو بيترين اللي ما نستعملش لو فوي تاع اللي نطلعوا به المضرب هذاك اللي نطلعوا به البيض، ولا نستعملوا الورقه لا فوي، ولا كاين يقولها لوكا.
تقدروا كان تطلعوها بيتكم، بصح لازم جهد شويه بزاف. هكذا بهذه الطريقه نشفوها. ما تقلقوش، خلوها واحد دقيقه ولا دقيقتين فوق النار نشفوها مليح. كما قلت لكم الفرن تاعكم تشعلوه 190 درجه ربع ساعه من قبل ما نديروا لاباتاشو. وكي نديروا لاباتاشو ما تحلوش الفرن، نقول لكم ونعاود الفرن ما لازمش كاع تحلوه حتى تطيب تماما، 21 الى 25 دقيقه. وهذا يعني مام الوقت يتعلق قلنا بالحجم تاع لاباتاشو اللي راح ديروها، لي زيكلير ولا اللي درتوها يعني. الا كانت كبيره تطلب الوقت كتبر اكثر، الا كانوا صغار هذوك صغار كامل دي ميني تطلب الوقت اقصر. فوالا شوفوا هنا انا نشفناها، كي نديرو هكذا شوفوا ما تلصقش. هاي لك ها نردها في لو بيترين، شوفوا كيش تحبط اون بول. نشعل هكذا ونخليها تبرد شويه، ماشي تبرد تماما، شويه برك تطلع لا فابور الاولى تاعها، ومن بعد نبدا نرمي البيض حبه بحبه. يعني نبدا نكسر البيض، قلت لكم البيض ما نقدروش نقول شحال، سا ديبون الحجم تاع البيضه، ودي فوا الفارينه تاعنا تكون تشرب بالخف، نقدروا نقولوا من 4 الى 5، يعني نشوفوا حنايا شحال يشد لنا البيض، ياخذ لنا بلوتو البيض. بدا نرمي حبه بحبه، ندير الشوكولا على حمام مريم. فوالا نزيد حبه، نخلوها تدرب مليح حتى تدخل تماما، نضيف الحبه الثانيه. هنا لازم نشوف مدى الطراوه تاعها، نشوف هكذا نزيد لها شويه، نزيد لهاش حبه كامله، ندرب حبه بيض ونزيد لها بشويه، بالك ما نسحقش حبه كامله. فوالا هنايا هايك وجدت لنا لاباتاشو هكذا بهذه الطريقه. شوفوا كاش تحبط من قبيل ما حبطتش، بصح دوق تحبط ثقيله بصح تحبط. فوالا ما لازمش ديروها بزاف جاريه، الا درتوها بزاف جاريه ما تشدلكمش في السنيوه، تعاود تحبط لكم تماما. انتوما ديروها شويه حاكمه روحها، سبا كي ترفدوا لو فوي هايدا تحبط بصح تحبط ثقيله. فوالا نجيبو اون بوشا دوي،
هنا نعمرو لابوش. هلا بهذه الطريقة. نديرو لي زيكليغ ونوريلكم كاع كيفاش ديروا لي ريليجيوز، يعني الريليجيوز تجي وحده مدوره وحده فوقها صغيره. نجيبو سنيوه تكون مدهونه يعني ليجيرمون، ندهنوها شويه بالزبده. انا راني دهنتها بالزبده. انا لي زيكلير نديرو نسبقو في لي زيكلير نوري لكم كيفاش هكذا بهذه الطريقه. توجو مع الاخر طلعوها للفوق. بهذه الطريقه تحبوا ديروهم طوال، تحبوا ديروهم كبار صغار كيما حبيتوا، يعني الحجم ما يهمش، شوفوا نتوما كيما حبيتوا. وعندنا بوغ قلت لكم بوغ لي ريليجيوز عندكم ديروا هكذا وحده كبيره هكذا، وسيو تقعدوا في بلاصه وحده هكذا بهذه الطريقه. ومن بعد ديروا واحد اخرين صغار. هنا بهذه الطريقه انا وبعد نكمل العجينه تاعي. قلت لكم دخلوها الفرن 180 درجه، تقعد من 20 الى 25 دقيقه، ما تحلوش الفرن. نقول ونعاود ما لازمش تحلوا الفرن. فوالا انا كيما قلت لكم نخلوهم 20 الى 25 دقيقه. نروحوا لفصل قصير ونولو من بعد نديروا الكريمه مع بعض. فوالا دوك نبداو نديروا الكريمه. هنا الكريمه تاعنا ولات دافئه، رديتها في الغوبو. هنا ندربها، نرمي عليها الشوكولا الدائبه. عندنا شوكولا دايبه بهذه الطريقه. فوالا هنا نجيب الزبده اللي قعدت لي، نزيد نرميها ونكهها شويه بنكهه البخاله، يعني باش ما تقعدناش هذيك رائحه الزبده مع نكهوها شويه. فوالا هنا من الاحسن توجور لي كريم كيما هادوما نديرهم ونخليهم يرتاحوا. قد ما يرتاحوا قد ما تسهل لنا، سما الزبده تعاود تحكم روحها وتسهل لنا كيف نخدموا بهم بسهوله. نعاود نحبط جوانب كامل. هلا هنايا من جهه واحده اخرى عندي الفوندون تاعي، نروح ندوبو في الباء حمام مريم. الفوندون كاع انا لازم ندوبوه في حمام مريم باش ما تروحش لا بريونس تاعو، يعني ما تروحش اللمعه تاعو. فوالا كي يدوب نديرلو من غير فا كاكاو باش نعطيلو اللون ونكهه الشوكولا.
هنا ندير له ملعقه كاكاو ونخدمها. هنا الكريمه تاعنا راهي واجده. انا اللي حضرت وحده من قبل خليتها ترتاح، والفوندون تاعي كانها واجد. ها بهذه الطريقه نخدموه مليح. فوالا دي فوا الفوندون يكون تاعكم ولا شفتوا الفوندون تاعكم سما يابس ما حبش يولي ليكيد هكذا، تقدروا تضيفوا له مع الاخير شويه بياض بيض. هنا انا هاو هنا هاو مليح، ما نزيدلوش حتى اضافه. فوالا هنا هاو واجد. انا واش نخلي نخدم هاد لاسباتول نخليها على جانب. انا عندي لي زيكلير تاعي راني وجدتهم. عندنا لي زيكلير وعندنا لا روليجيوز. لا روليجيوز حبه هكذا وحبه هكذا، هذه هي لا روليجيوز. عندنا الكريمه تاعنا نجيبها اللي وجدتها من قبل نديرها في كيس حلواني. شوفوا كي تقعد سما تشد روحها مليح خير من اللي ديروها هذاك الوقت. شوفوا كاش تشد روحها مليح فوالا، يعني تسهل لنا بعد المهمه نعمرو بسهوله. فوالا نغلق الكيس مليح ومن بعد نعمرو. نجيب سكين لي زيكلير. ها فوالا بهذه الطريقه باش تشوفوا شوفوا كيفاش يكونوا فارغين لداخل. فوالا نحلوهمش كامل بهذه الطريقه. هنا تقدروا بلا ما سواء ديروا لهم ثقب منا سواء تحلوها منا كيما حبيتوا. تقدروا يعني ما تحلوهاش، ديروا بلا بوشادوي ديروا الكريمه لداخل. بصح انا باش نوري لكم لداخل، شوفوا هاي فارغه. هنا درت حجم كبير وحجم صغير. فوالا هنا نروحو نعمرو لي زيكلير بهذه الطريقه. نعمروهم كامل، نوري لكم وحده ولا زوج. هنا كانا كيف كيف نعمروهم مليح. وهادو صغار تقدروا غير ديرلهم ثقبه هكذا، ما نقدروش نقطم يعني هكذا بهذه الطريقه. ونعمرو نفس الشيء. هنا نعمروهم
تحسوهم كي يتعمروا، كي يديروا هكذا تحسوا بلي تعمروا، تشوفوهم تنفخوا. هنا دي عمرتها وانا بهذه الطريقه. نروحوا نجيب اون غري ولا باش نقدر نغلاسيهم. حاجه واحده انا هنا ما نحلش الفرن، راح نطفيه ونخليه. نحي هذه منا، نجيب لو فوندون نشوف، نسبق في لي زيكلير. فوالا لي زيكلير توجور ترفدوا لا سباتول تاعكم هكذا. تلبسوا بهذه الطريقه. وتخلوا الفوندون ليكسيدون تاع الفوندون يحبط، تخليه. فوالا نفس الطريقه انهم اللي عمرتهم. فوالا زيدوا اون ريليجيوز، لا ريليجيوز نديرها بالمغرفة من الأحسن. نديرو ملعقة ونخلوه كيما يحبط الفوندون كيما تخليوه، يعني ما يجيش مشبح هكذا بهذه الطريقة. نحط واحدة أخرى ونزيد عليها نفس الشيء وخلوه يحبط براحته بهذه الطريقه. نزيد وحده نفس الشيء، نحط بهذه الطريقه، خلو الفوندون يحبط كيما حب هو، يعني ما ديرولوش ديرو كميه وخليها تحبط. هنا بهذه الطريقه، هاي هنا طاحت معليش نعاودو نردوها بهذه الطريقه. ديروا لهم مليح، خلوها تحبط الفوندون يحبط عليها. نروحوا فاصل ونولوا تشوفوهم في طبق التقديم. هام لي زيكلير تاعنا هام وجدوا مع لي ريليجيوز. ان شاء الله تكونوا تبعتونا وكتبتوا كاع المقادير وتبعتونا خطوه بخطوه، وما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير والى الملتقى ان شاء الله.